رجعنا من الفاصل ودلوقتي هنكمل مع بعض الاول قبل ما اعمل لكم الطعميه بالحمص دي، هنكمل مع بعض طريقه الايه طنيه المكرونه بالبشاميل. احنا وصلنا ان احنا عصقنا اللحمه بالبصله، سلقنا المكرونه، عملنا البشاميل بثلاث معالق من السمنه، اربع معالق من الدقيق، سوينا فيهم السمنه في الدقيق حلوه قوي، وبعدين حطينا كيلو من اللبن بارد معاه كوبايه ميه او كوبايه شوربه حسب زي ما انت عايزه، وتظبطي الملح بتاعها بملح وفلفل بس كده. خلصنا، بنجيب بقى المكرونه نحطها في حاجه كبيره كده المسلوقه، واحط عليها ثلاث ارباع البشاميل واقلبهم. ثلاث ارباع البشاميل اللي عملته احطه مع المكرونه المسلوقه. اجيب صينيه ادهنها بسمنه واحط فيها بقسماط ناعم، واحط نص كميه المكرونه واسويها، واحط المحمر معصجه وفيها بقيه المكرونه. حابه اضيف البشاميل على الوش بس كده ماشي، حابه اضيف بيضه للبشاميل اللي فاتش وش احمر كده طبعا ده الافضل، هنرب معاه ربع البشاميل الباقي بضايه واقلبها حلو جدا، واروح حطاها على وش الصينيه وادخلها الفرن. مكرونه بشاميل سهله جدا وما فيهاش اي حاجه خالص، هي مجرد بتعملي بشاميل، بتسلقي مكرونه وتعملي لحمه معصجه وتظبطيها بقى بالطريقه اللي انت عارفه. في ناس زي بيعملوا كمان بيروحوا حاطين البشاميل مع اللحمه المفرومه كلهم يتلخبطوا مع بعض ويفردوهم في الصينيه، فانت بتعمل كده، فدي حلوه ودي حلوه زي ما انتوا عايزين. طب نعمل دلوقتي مع بعض بقى طعميه الحمص. عندي هنا حمص مش مسلوق، حمص منقوع، حمص منقوع قبليها بيوم، ما ينفعش مسلوق. حمص منقوع، الخضره شبت بقدونس كزبره، يا سلام لو لقيتي كرات، بصل، ثوم، ملح، بهارات، كزبره ناشفه، شطه، شويه سمسم، واتنين بيضه، وشويه طحينه. نعملها ازاي دي؟ ناخد الحمص نطحنه، هطحن كل الكلام ده مع بعضه. عندك بقى ايه اي مطحنه عندك هتطحن فيها، حط البصل الاول عشان ايه نديله خلطه كده شكله مقطع حتت كبيره. ما يتوهش معانا. عندي حمص، حمص ايه؟ منقوع من قبلها بيوم. ماشي، طحنها حلوه قوي، واجيب لها بقيه مقاديرها بقى اللي التوم حطها معاها. بس بعد لو التوم حطاه سليم حطيه الاول مع البصل، خضره، انا هعملها الطعميه دي في صينيه ماشي، عادي جدا ممكن تقليها في طاسه مش اي مشكله. مطحنه حلوه قوي، طب يا ريت ننزل البسكوت الناعم وانا شغاله كده الناس ايه تصوره او تنقله، تكون تنزل حاجه قول لي عليها نزلتها امصحصحها معاكم شويه بقى اكل عيش لحد ماشي. البسكوت الناعم باللبن اهو، عندنا كوبايتين ونص دقيق، كوبايه سمنه، رشه ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص كوبايه لبن، كوب الا ربع سكر، سكر بودره للتزيين. طبعا لازم نصورها او بنديكم الوقت ان انتوا تصوروا، بس طبعا ما ناخدش ثانيتين نكون مصوراها اهو. بصوا كده بطحن قوي قوي، بطحن معاه كمان الخضره شبت، كزبره خضره،
بقدونس كميات حلوة كده، الثوم، واضحة، ماشي. همشي الخلاط بايه بقى؟ بالبيض. هديها 2 بيضه علشان تمشي المواضيع دي. طبعا البيض حسب الكميه، لو انت عامله نص الكميه بيضايه واحده كده يعني. ماشي، ونشغل عشان نخليه يجري شوية بالبيض بقى، ده السائل بتاعه. لو عندنا وصفة تانية من المطلوبة يا ريت ننزلها برضو. بص بقى، عشان انا مش هقلي الطعمية دي، انا هحط زيت جواها. لو انت هتقليها مش هحط زيت جوا، خلاص هنقلي دي بس بالزيت، انما انا عشان احط يعني الطريقة الطعمية هي دي كلها، خلاص كده بالتوابل اللي هحطها وخلاص. بس الزيت ده لو انا هعملها صينيه هحطه جوه المكنه، مش هعملها صينيه وهقلي في الزيت، مش هنحط زيت جواها، الزيت هنقلي على طول في الزيت كده خلاص. تمام، حطها زيت كده جوه حوالي نص كوباية. هنحط لها بقى التوابل بتاعتنا هنا. شوف بس اللخبطة اللي عملتها دي. التوابل بتاعتنا بقى هنا ايه؟ معانا بسكوت بالجبنة والتوابل، اوكي. بسكوت بالجبنه والتوابل معانا اهو، كوبايتين دقيق، معلقتين كبار سمنه، معلقه صغيره بيكنج باودر، رشه ملح، معلقتين كبار جبنه بيضه وبيضه وفانيليا وينسون وكاري وحبه البركه وميه للعجن. طبعا بتعجنيها عجينه عاديه جدا، وبعدين تفرديها وتعمليها ايه زي بسكوت صوابع كده او مدور بيقطعه لو انت عايزه. بصوا بقى التوابل بتاعتنا، شويه شطه ده اختياري، كزبره ناشفه معلقه كبيره، شوية بهارات، معلقة صغيرة بيكنج باودر، وأقلبهم كلهم مع بعض. هاجي هنا عندي طحينة، هبدأ إن أنا أحطها في الصينية، ماشي. مستنيك عشان الناس تشوفني. هوزع الطحينه كده في الصينيه كده، طحينه عاديه خالص من العلبه. بصي بقى، طحينة أو زيت مش مشكلة، يعني مش هتحطي طحينة حطي زيت، بس دي برضو بتطعمها. طلع الجناب كده،
ماشي. حليتها مش مشكلة. بأكد بس على ايه؟ ان هي اتعملت حلو. ونيجي بقى كده نحطها في ايه؟ في الصينية. نفردها ونحط على وشها شوية زيت وشوية سمسم، وبعد كده تقطع وتقدم. بس كده، دي طعمية في الفرن، طعمية حمص. وممكن تعمليها فول على فكرة برضو. ما نضغطش بس عليها قوي، يعني ما تقفليش عليها جامد، بالراحة كده خالص، تسويها بالراحة عشان ما تكتمش معاكي. ماشي كده. شوية زيت بقى على وشها، رش سمسم وندخلها الفرن. بالراحة كده، عايز سرسوب من الزيت كده. عشان تغطي الوش. شوية سمسم ودخلها الفرن من تحت شوية، وبعدين طلعها فوق تحمر الوش. بس كده، دي الطعمية اللي في الصينية. وادي الكنافة اللي بالجبنة الرومي والبسطرمة، وادخل شوية تحت وشوية فوق، وخلاص على كده. طبعا بقى ايه الحلو كمان، انا عايز اي حاجه اطلعها من الفرن وعايزاها طريه لازم اغطيها. لازم حوادث منزليه. خليها شويه كده متغطيه، وبعدين ايه، اشيل الغطاء بعد حوالي ربع ساعه، الكوبايه كلها طريه. وهطلع فاصل ونيجي كده بعد الفاصل نشيل الغطا مع بعض. الفاصل ونواصل. بتاعتنا صينية الطعمية. بصوا هي كده حلوة. نضرب بس الطحينة اللي في الجناب دي اللي عملت ايه المنظر ده. لما هي بصوا احمرت من بره بقت لطيفة جدا اهي. صينية طعمية بالحمص، بإمكانك جدا تعمليها طعمية عادية خالص اللي هي بالفول المدشوش اللي احنا بنعملها المصرية دي، تعمليها بيها عادي خالص. بتبرد بقى وبنقطعها ونقدمها في طبق. تمام كده؟ النهارده عمال تسع ليه؟ خير. بس كده. يبقى كده عملنا مع بعض النهارده مسقعة اللي في الطاسة، ما حطهاش في الفرن خالص. بس انت عايزه تحطيها في الفرن حطيها في الفرن، مفيش اي حاجه. بس انا عملتها ازاي؟ زودت لها كمان كوسه، حمرت معاهم كوسه، وعملت ايه جزر مبشور. خليتها وجبه متكامله من الايه، من المسقعه، الخضار، خضار كتير قوي. عملت بتنجان، بطاطس، فلفل، كوسه، جزر. حمرت البتنجان، حمرت البطاطس، حمرت الكوسه، الجزر بشرته. جبت عصير طماطم تقيل، بصلايه كبيره كده، شوحتها على النار بشويه زيت، وهتحط عليها الثوم وشوحته برده على النار كده لغايه ما كله سخن في بعضه. طشيته بحوالي ربع كوبايه من الخل، غليت غلوه، نزلت فيها الجزر، قلبتها مع بعضها، نزلت فيها عصير الطماطم التقيل، وخليته يغلي مش كتير قوي، ما خلوش السبك، يعني خدت 3 4 غلوات كده في حاجه كبيره، في صينيه، في طاسه، في حله، حاجه تكون واسعه. وبعدين رصيت فيها البطاطس المحمره، وبعدين الفلفل، وبعدين الكوسه، وفي الاخر خالص البتنجان، عشان البتنجان متحمر فبيتهري بسرعه قوي. هو على الوش كده شكله حلو جدا، عشان ما تغرفي خلاص، حتى قطع وانت بتغرفيه مش مشكله.
خلاص ادي كده مسقعه الطاسه. عملنا مع بعض الكنافه اللي بالجبنه الرومي والبسطرمه، كنافه عاديه خالص. جبنا نص كيلو من الكنافه، عليها نص كوبايه من سمنه روابي، قلبتهم مع بعض، فرقتها زي كاني بعمل كنافه حلوه. فردت نص الكنافه في الصينيه، رصيت فيها جبنه رومي على بسطرمه، وبعدين حطيت نص الكنافه الثاني، وبعدين جبت كوبايه من اللبن، ربيت فيها بيضه وشويه ملح وفلفل، ورحت رشاها على الايه؟ على الكنافه، وحطيت عليها جبنه موتزاريلا من فوق. بس كده دخلتها الفرن، طلعتها بالشكل ده. اول ما طلعت رحت مغطياها عشان ما تبقاش مقرمشه، بتبقى حلوه وطريه، عايزاها مقرمشه مش هتغطيها. تمام كده؟ هو ده الفرق بس. عملنا بعد كده الطعميه اللي بالحمص. طعمية الحمص دي جبت حمص منقوع مش مسلوق خالص، حمص منقوع، حطيته بصلايه حلوه كبيره برضو فرمتها، حط على الحمص المنقوع وفرمته مع بعضه كويس قوي، وبعدين حط عليها شبت بقدونس كزبره ثوم، وكله ده رحت فرمته.